بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله في الفيديو ده هنبدأ إن احنا نتكلم عن الفايل مانجمنت فانكشنز اللي عندنا في PHP. الليستة اللي قدامك دي فيها بعض الفانكشنز اللي ممكن تتعامل بيها مع الفايلز. هما مش كل الفانكشنز اللي موجودين عندنا في اللغة، بس هتلاقي في الديسكريبشن الريسورسز اللي بنشتغل منها. هتلاقي مثلا php.net فيها كل الفانكشنز اللي بتتعامل مع الفايلز، حاجة مثلا زي W3 Schools، Geeks for Geeks، هتلاقي ريسورسز يعني ممكن تقراها، فما تنساش ان انت تبص بصه كده. تعالى نتكلم عن اول فانكشن موجوده عندنا، وهي الانكلود والريكوير. الاثنين بيعملوا نفس الحاجه، بس في فرق بسيط ما بينهم. هما بيعملوا ايه اصلا؟ لو انا دلوقتي شغال في بروجكت زي مثلا حاجه شبه سو.com، فهقسم الفايلات بتاعتي لاستراكشر معينه. اكيد يعني مش هرزع كل كود البي اتش بي عندي هنا في فايل الاندكس. الفايل ممكن يوصل لكام سطر مثلا، اكتر من المليون، فدي حاجه مش منطقيه. فعشان كده بقسم الفايلات بتاعتي للفايلات ودايركتوريز، ودايركتوري مثلا بيبقى مسؤول عن الفرونت اند، دايركتوري كامل مسؤول عن الباك اند. وده فعلا اللي بيحصل، بيبقى فيه فولدر للفرونت اند وفولدر للباك اند، فولدر الباك اند بيتعامل مع بعضه وفولدر الفرونت اند بيتعامل مع بعضه وهكذا. ففكره ان انا اعمل انكلود لفايل معناها ايه؟ ان انا دلوقتي شغال جوه اندكس دوت بي اتش بي، هنا في مثلا عندي الهوم بيج هعرضها من خلال الاندكس. لو في فايل تاني مثلا عندي اسمه داتابيز، ده عشان الداتابيز هاندلنج، اعمل كونكت للداتابيز بتاعتي. مثلا يبقى في كلاس مسؤول عن الداتابيز مانجمنت، اد ريكورد، اديليت ريكورد، ابديت، كل الحاجات اللي ليها علاقه بالداتابيز تبقى موجوده مثلا في الفايل ده. فايل تاني اسمه مثلا بوست بي اتش بي، الفايل ده هيبقى مسؤول على البوستات اللي هتعمل لها مثلا شو عندي، او لو ده حاجه زي سوق هيبقى مثلا برودكتس وهكذا. بقسم الفايلز بتاعتي على اساس كل واحد بيعمل ايه. طيب لو انا دلوقتي مثلا شغال في الاندكس، الاندكس كل الاكسس اللي ليه بتبقى جوه الفايل نفسه، يعني الاندكس ما يقدرش ان هو يستخدم حاجه جوه فايل تاني. فعشان كده بعمل انكلود للفايل التاني ده. لو قلت مثلا انكلود داتابيز دوت بي اتش بي، ودلوقتي مثلا عملت في الداتابيز دوت بي اتش بي ده مثلا حاجه ايه مثلا بتساوي 5، وعملت سيف، وجيت هنا قلت ايكو ايه، لو جيت عملت ريفرش كده هتلاقيها بتقول لي 5 عادي. انما لو شلت الانكلوجن ده، لو جيت عملت ريفرش الاقي ان في ايرور هنا، هو بيقول لي undefined variable a. يعني دلوقتي ال variable ده مش موجود عندي جوه الفايل ده، وهو موجود في فايل تاني. فعشان كده بعمل انكلود للفايل التاني ده، كاني بالظبط باخد كل الكونتنت اللي هنا ده في الفايل التاني وبحطه هنا في الفايل الاولاني. فبدل بقى ما احط كل الكونتنت في فايل واحد، لا انا بقسم له فايلات واخلي بي اتش بي هي تعمل انكلود للاتنين. لو عملت require هلاقي نفس الريزلت برضه، مش هلاقي اختلاف. طيب الاختلاف ما بينهم في ايه بقى؟ الاختلاف دلوقتي ان الانكلود دي مش حاجه كروشال او مش حاجه مهمه قوي. لو انا مثلا بعمل انكلود لفايل، لو الفايل مش موجود مش هعرف اعمل له انكلود طبعا. لو الفايل مثلا لسه ما اتكريتش او مش موجود، او كاتب اسمه غلط مثلا، كتب ناسي حرف الاي مثلا، هلاقي ان الريكوير هنا بتطلع لي ايرور، هيقول لي فيلد اوبننج ريكوايرد داتابيز، الفايل مش موجود. انما الانكلود على عكسها بقى، بتكمل عادي، يعني ما بتوقفش البروجكت بتاع الفايل ده. هتطلع لي ورننج ماشي وكل حاجه، تقول لي بس في نوتس كده undefined variable a، وقبلها في ورننج الفيلد اوبن ستريم، يعني نو ساتش فايل اور دايركتوري، بس مش هتوقف البروجكت لان دي مش حاجه كروشال، اللي هي بتعتبر ان دي مش اهم حاجه بالنسبه لك. بس ان ماتر اوف فاكت الريكواير احسن، لان انت مثلا لو بتريكواير على فايل زي داتابيز، فايل زي داتابيز انت من غيره الويب سايت ملهاش اي لازمه، انت مفيش داتابيز بتسيف فيها الحاجه. فعشان كده لازم مثلا فايلات كروشال زي دي تتعمل بالريكواير، ويفضل ان انت تتعامل بالريكوير اصلا طول ما انت بتعمل انكلود لاي فايل. يعني اي فايل بتحتاج ان انت تجيبه عندك في البروجكت بتضطر، مفضل ان انت تستخدم الريكوير معاه. طيب لو الفايل اللي انا بحاول اعمل منه ريكوير ده موجود جوه فولدر معين، لو مثلا كريت فولدر اسمه سورس جواه مثلا بوتستراب دوت بي اتش بي، فانا ممكن اجي هنا اقول ريكوير سورس سلاش بوتستراب دوت بي اتش بي، ومثلا عملت هنا فاريبل تاني قلت ان بي بتساوي 5، جيت هنا قلت ايكو بي، لو جيت عملت ريفرش هتلاقي 5 برضه اتعمل لها برنت. طيب الفكرة ان انا لو مثلا الفايل ده جوه دايركتوري معين، بكتب اسم الدايركتوري وبعد كده فورورد سلاش، بحيث ان انا كده يعني بفصل ما بين الدايركتوري والفايل. نفس الحكاية برضه مع الانكلود، يعني لو عايز اعمل انكلود هتلاقي نفس الريزلت اهي.